مساء الخير عليكم. ساعات كده الواحد بيكون في برج حظه زي ما بيقولوا، وانا النهارده قاعده في برج حظي ومربعه. ليه؟ لان حلقتي جايه في وقت، في مناسبتين في وقت واحد، والمناسبتين عظمه. المناسبه الاولى وهي ان النهارده اول يوم في الشهر الكريم والعظيم شهر رمضان، من أجمل وأحسن وأطيب شهور السنة كلها. كل سنة وكلكم طيبين ومصر كلها طيبة وبخير، شهر كريم مبارك على كل الناس. أما المناسبة التانية فهي خاصة بالملكة المتوجة، بست الكل، ست الحبايب، الست اللي لو اديناها ألقاب من هنا للسنين الجاية مش هنعرف نوفيها حقها. الأم، المدرسة، صانعة التاريخ والحاضر والمستقبل. كل سنة وكل أمهات مصر كلها طيبة وبخير. ومعايا النهاردة أم عظيمة تم اختيارها واحدة من الأمهات المثاليات السنة دي. خلونا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم. ومعايا السيدة راوس، أو بمعنى أدق ماما راوس، أجمل وأحلى أم مثالية. أهلا. زي حضرتك؟ الحمد لله، منورة كل الدنيا. تعيش يا ربنا يخليك. عارفة إن في رحلة كفاح طويلة حضرتك كنتي قدها وقدوم، عايزين نعرف البداية كده. كان كنت أنا اتجوزت سنة 77، وكنت أساسا من الصعيد وجيت على هنا القاهرة، وخلفت 4 أولاد في فترة من سنة 77 لسنة 90، وجوزي توفى سنة 90، 10/3 سنة 90. كان معايا الأولاد، السن بتاعهم رندا كانت في أولى إعدادي كانت 11 سنة ونص، ومجدي كان 10 ونص، ورانيا كانت 5 سنين و3 شهور، وروموندا كانت 2 سنين و3 شهور. فكنت أنا لوحدي في القاهرة، كان الوحيدة من دول إخواتي أنا اللي أنا هنا، وقمت بتربيتهم لوحدي. كان بالمعاش بتاع باباهم، كان مهندس في مدرسة جلال فهمي. الولاد ابتدوا يكبروا، وصلوا لغاية إعدادي وثانوي وخلصوا ابتدائي. وبعد كده طيب، وبعد وفاة زوج حضرتك ليه ما فكرتيش ان انت ترجعي للصعيد تاني؟ كان جوزي هو اصلا هنا عايش، بعد ما خلص هناك من تعليم ودخل كلية استقر هنا في الشغل بتاعه وفي الجيش بتاعه وشغله، وما كانش حابب هناك. فكان هو دايما وهو بيتكلم معايا يقول لي احلى حاجه عملناها ان احنا قاعدين وحدنا هنا، بعيد عن اهلنا، بس احلى حاجه ان ولادي هيبقوا متربين في القاهره وعايشين في القاهره. فكان هو حابب يرب، فانا لبيت ان الحاجه دي اللي كان نفسه فيها حبيت ان انا اعملها من بعد منه، ما جيش ان انا اعمل حادث اللي هو كان نفسه فيه. وكان بابا ابويا كان عارض عليه ان يعيش عندنا هناك ويديله شقه هناك عندنا في العماره وكله، فرفض، فما كانش حابب. كنت ادوه. ودخلتي ولادي الجامعات؟ دخلوا فنون تطبيقيه، كانت صعبه جدا في فنون تطبيقيه لرندا. كان المشروع بتاعها بتاع التخرج، ولما كنت احط ال 3000 جنيه في البلا بحطها لها واقول لها شوفي امتى، يعني انا مره بحط لها 3000 لقيتها بعد شهر ونص خلصت، ماما خلصت الفلوس. فانا كان معايا ذهب، وكان معايا ذهبهم هم، حاجتهم هم، مني كنت ابيع واصرف عليه.
الالوان بتاعتهم. ما جاش لحظه عليكي حسيتي بضيق ان المسؤوليه كبيره قوي 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 عليا؟ ظروفي اقولها لحد؟ لا، ما حتى امي ما كانت تتصل بيا وتقول لي، انا كنت بلاقيكي ساعات مخنوقه بس اقول لك انت فيكي ايه، كنتيش ما ترضيش تقولي حاجه. بس انا لما جيت الولاد كبروا وابتدت كل حاجه تروح، ولما كنت احس مشكله تحكي لي عن حد اللي مش راضي على عيشته بالرغم من في كذا وفي كذا وظروفه حلوه وهني بس ما بيشكرش ربنا، اقول لها طب فاكره امي لما كنت تلاقيني مخنوقه تقول لي اقول لها كانت ظروفي بتكون كذا وكذا وكذا، بس انا ما كنتش ارضى اقول لي، كانت تقول لي ما انا كنت بحس، انا ام كنت بحس بيكي. انت شايفه ومن وجهه نظرك ليه اختاروكي ام مثاليه؟ ممكن يكون على اساس اني موت جوزي وتحملت انا الاربع اولاد فكنت ليهم اب وام، وممكن يكون ان انا بالرغم من بعلم تعليم الولاد ما اكتفيتش بان انا اعلم الولاد ويتعلموا الولاد ويدخلوا كليات ويبقوا حلوين وجمال، لا كمان حبيت ان انا كمان اطور من نفسي وانا اتعلم، ما بقاش قاعده في اللي انا فيه كده، ادام اقول ان انا مدام علمت ولادي خلاص، لا ده بالعكس، اللي انا اتعلمته كنت دايما احب ادي لغيري كمان، كنت اشجع البنات في محو اميه واقول لهم اعملوا كذا وكذا وكذا، فكان عندي يعني ممكن وانا بتكلم حسوا ان انا كان عندي طموح من داخلي او عطاء من داخلي. وبعد كده جاء نفس اللي انا حملته من بعد مرحوم بوريس ما اتوفى، نفس العمليه كانت مع ابني ومعاي ولاد ابني الاثنين برضو. ده صوره ابني مجدي، اتوفى بسكته قلبيه، نفس السكته القلبيه بتاعت بابا نفسه. كده يا قلبي يا حته مني، كل حاجه حلوه فيا كده هتمشي وتسيبني وحدي. هو كان دايما مجدي يقول ان انا هموت زي بابا، مش هبقى كتير يا ماما، هموت في نفس سن بابا، دايما هو كان بيقول لي كده، هو دايما بيقول لي كده. حضرتك اتكرمتي مرتين كأم مثالية، في المرة الأولى كان مجدي معاكي؟ في المرة الأولى كان سني 40 سنة، كنت لسه متخرجة ومخلصة كان بنت والولد اتخرجوا الكبار مجدي ورندا، كان لسه رانيا في إعدادي ورموندا في إعدادي ورانيا في ثانوي، وكان سني 40 سنة، فاتكرمت من الكنيسة سنة 2000. كان مجدي هو اللي معي، كان واحد كان هو اللي بيصورني، وكان سن 21 سنة، وكان يعني حتى رندا كانت مكسوفة لتصورني هنا، قال لي أنا يا ماما اللي هصورك ما تقوليش هم، أنا اللي هكون معك. فأنتوا لما أي حد بيجي يعمل معي أي حديث ولا حاجة يقول لي كان نفسك في إيه، وبقول له كان نفسي في مجدي يكون معي. يعني خلاص أنا مش هشوف الله يرحمه، اكيد حاسس ان للمره الثانيه امه بتتكرر. ايوه حاسه، انا هو بحلمه بيجيني باستمرار، هو بيجيني باستمرار في الاحلام. بيقول لك ايه؟ جيت مره، لا ما قاليش حاجه، جيت مره لاني الاول ما باجي بحلمه بقوم اصوت وبمشي في الشقه بدل ابكي. مره كنت بفتح باب الشقه وكنت بره، وبعد كده لقيته هو واخته رموندا صغيره قاعدين على الانتري هنا، واول ما جيت فتحت الشقه فانا ليا فتره ما شفتوش، فبقول له مجدي انت فين؟ وبقيت اصوت اقول مجدي مجدي مجدي، فلقيت نفسي انا بنط من على السرير وحاطه رجلي في الارض وايما بفتح الانوار بدور على مجدي في الانتري. فدي صحيت على طول، ما اتكلمت ولا كلمته، بس الصوت اللي طلع معايا مجدي وجاي يحضنني كده، رحت صاحيه يعني بقول لاخواتي ونفسي ان انا اكمل بقيه الحلم واهدى، ما اقومش ابقى. بس انت مكمله في تربيه ولادي زي ما كملتي تربيه ولادك، انت بتكملي تربيه ولادك. الحمد لله ربنا قوي. فانت عامله رساله، يعني انت ماشيه في رساله عظيمه جدا جدا. اتشرفت بيكي واتشرفت باللقاء معاكي. اسمحوا لي اقول الفينال بتاعي
وأنا ماسكة إيدي الجميلة دي جميلة لكل ابن. نفسك تقرب من الجنة؟ مدام بيقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات، اقعد تحت رجليها، استمتع بكل لحظة أمك معاك فيها، استمتع بكل لحظة في حياتها، استمتعوا. صدقوني مش بقول كلام، أنا نفسي يرجع بيا الزمن لورا علشان استمتع بكل لحظة مامتي معايا. الزمن كان يرجع شوية، كنت أقولها حاجات كتير أوي، كنت أقولها كل سنة وأنتي طيبة يا ماما، يا أحلى أم ويا أحلى حما ويا ملكة مزوجة. كل سنة وكل أمهات مصر كلها بألف خير وصحة وسلامة. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وحابة أقول سامحوني لو فلت أعصابي ولو لحظة في التقرير، بس قد إيه إحساس الإنسان ما بيعرفش يسيطر على نفسه. ربنا يرحم أمي أولا رحمة تسع السماء والأرض، ويحفظ أمهات المسلمين جميعا، اللهم أمين. ومعايا الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، نورنا. ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب، ويرحم الوالدة الكريمة إن شاء الله. اللهم أمين. شيخنا، قد إيه يعني القرآن الكريم؟ طبعا رمضان شهر القرآن أكيد، وقد إيه القرآن الكريم كرم الأم؟ الله، كلمنا عن الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى نبي آخر الزمان وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن هو مأدبة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعلمنا أن أحق الناس بحسن المعاملة الطيبة والكلام الطيب والاحترام والبر بعد الله الآباء والأمهات. أنزل الله قرآنا يقول وقضى، يعني حكم، قضى معناها حكم وكتب علينا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تخيلي أخطر قضية في الوجود إن ربنا يعرفنا على ذاته. طب إيه اللي بعدها؟ وبالوالدين إحسان، آية تانية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الأب والأم يعني أكرم مخلوقات الله تتحرك على ظهر الأرض. يمكن أنا زي حضرتك كده ابتلينا بفقد الأم بل والأب يعني قبلها بسنة كمان، فالواحد بيستشعر في هذه اللحظات المباركة من أيام الله سبحانه وتعالى مدى الحنين والاشتياق إلى كلمة أمي، وإن الواحد يقعد تحت قدم أمه، وأن الدنيا وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأنه لا يوجد في الحياة الدنيا أفضل من أن نبارين بآبائنا وأمهاتنا. ولما تعبت وربت وأنجبت وظلت يعني سبحان الله تقدمنا على نفسه، كم من ليالي تشعر بالمرض ولكنها لم تتأخر ولم تتوانى لحظة واحدة عن أن تكون هي الصديق وهي الرفيق وهي الشريك. فلذلك امتن الله علينا بالوالدين وبين في كتابه أنهما أهل الفضل، وأن طاعة الوالدين مقرونة بطاعة الله. يعني لو بصلي وبصوم وبصلي التراويح ونايم ليلتي في المسجد كده بأدي الفرائض، إلا أنني عاق لأمي، الله سبحانه وتعالى يحرم علينا رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لتشم من مسيرة 500 عام. ده
يجب ان احنا ندركه. ولذلك لما دخل صحابي على حضرة النبي قال له: من احق الناس بحسن الصحبة؟ مين اكتر حد قربه مني؟ قال: امك. قال له: طب اوكي انا عارف دي، في حاجة تانية؟ قال له: امك. طب بعدين؟ قال له: امك. للمرة الثالثة، في الرابعة قال له: ثم ابوك. فالام هي يعني قطعة من شريان القلب، وهي التي لا يستطيع الإنسان أن يفي حقها مهما بذل من جهد. ولذلك بنحمد ربنا لما بنتذكر أمهاتنا أن ربنا رزقنا برهم. يعني الواحد لآخر لحظة كان بيحاول يبقى تحت قدم أمه، وإن كنا برضو بنستشعر التقصير وبندعو ربنا سبحانه وتعالى أنه يسامحنا ويعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا بأمره سبحانه وتعالى. تقول إيه لكل ابن عاقل أمه؟ هي بقول له كما قال له النبي: بعد، يعني بعد عن الجنة. والرواية دي رواية عجيبة. سيدنا النبي طالع المنبر يوم الجمعة، الصحابة قاعدين الأذان ادا، فالنبي طالع المنبر، فالمنبر بتاع النبي المنبر بتاعه كان ثلاث درجات، فسمعوه على الدرجة الأولى بيقول أمين، وعلى الثانية أمين، وعلى الثالثة أمين. فلما نزل قالوا له: علامة كنت تؤمن؟ احنا مش فاهمين، سامعينك تقول أمين فتطلع الدرجة الثانية أمين، الثالثة أمين. فقال: أتاني أخي جبريل وقال لي: يا محمد، بعد من أمتك، وفي رواية: خاب وخسر من أمتك. قلت: من يا جبريل؟ قال: من أدرك والديه حال حياتهما ولم يكونا له سببا في دخول الجنة فقل آمين. فقلت آمين. ثم أتاني في الثانية وقال لي: يا محمد، بعد، وفي رواية: خاب وخسر من أمتك. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له. فقلت آمين. ثم أتاني في الثالثة وقال لي: يا محمد، بعد من أمتك، أو خاب وخسر من أمتك. قلت: من يا جبريل؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. اللهم صل على سيدنا محمد. إحنا النبي بيربي فينا قوة الإرادة وصلابة الإيمان. يقول: وإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، إني صائم. فرصة، وإحنا لسه في البداية، إن إحنا نجدد العهد والبيعة مع الله، لا نقصر لا في فريضة ولا في سنة، وننزل شغلنا وما نعملش الصيام حجة إن إحنا نعطل مصالح الناس، وفين فلان ده بيصلي وفين فلان أصله صايم ومريح له ساعتين. لا، كل ما كنا على فكرة، كل الانتصارات اللي انتصرتها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغاية عصرنا الحديث، حرب العاشر من رمضان، كلها كانت وإحنا صايمين. وإحنا صايمين ربنا نصرنا على أعدائنا، لأن الصيام بيعلمنا قوة الإرادة وبيعلمنا المرابطة في سبيل الله. فإحنا محتاجين كلنا نبقى كده، محتاجين كمان نجود بفضول أموالنا على الفقراء، على المساكين، على المحتاجين. ها، يا سلام عليها السنة الحسنة، اللي يقدر يعمل شنطة رمضان ويوزعها خير وبركة، اللي يقدر يعزم حد البيت خير وبركة، اللي يقدر يعمل مائدة ولو لنفر أو اتنين أو تلاتة. لأن انت كده كل ما تفطر حد، كل ما تاخد رمضان على رمضانك، يعني انت بتاخد أجر رمضان لو فطرت حد، كأن ربنا جعلك رمضان ده شهرين، يعني انت بتاخد أجر شهرين مش شهر واحد. كل ما تزود في عدد اللي هتقدر تفطرهم، واحد يقول لي: طب وانا هجيب منين؟ ده سيدنا النبي لما واحد قال له كده قال له: إن الله تعالى يعطي هذا الأجر لمن فطر صائما ولو على شربة ماء أو مزقة لبن، يعني أو شق تمرة، اديله بس نص بلحة وانت واقف في الطريق. ولذلك بنلاقي شبابنا يا أستاذة في الدائري يطلعوا للناس كده منظر يشرح القلب، يفرحوا القلب، طالعين بقى يقطعوا طريق ولا يخطفوا حد، لا ده طالعين يطعموا الطعام ويهدوا الناس السلام ويطبطبوا على الناس، وتلاقي اللي بيوزع مية واللي بيوزع علب عصير، شباب يفرح. وهي دي بلدنا، البلد اللي انتجت ما يسمى باول بلد في الكره الارضيه عملت حاجه اسمها موائد الرحمن. مصر، مصر بالازهر، مصر بالكنيسه، لما نلاقي القسيس مصر على ان امام الجامع يفطر معاه، وانك تلاقي دعوات الافطار ودعوات الوحده الوطنيه ودعوات كلنا بنتحول الى جسد واحد، كما قال عنا رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الأعضاء بالسهل. فعلا كلام عظيم جدا جدا، ولو اتكلمنا من هنا لوقت طويل قوي مش هنعرف نوفي حضرتك كل الكلام الحلو والجميل ده. حضرتك شرفتني جدا جدا جدا. وأسيبكم مع التقرير، حيث أعلنت شركة أسترازينيكا مصر خلال مؤتمر صحفي عن موافقة هيئة الدواء المصرية على تصنيع عقار بيولوجي جديد لشركة أسترازينيكا في مصر لعلاج مرضى الربو الحاد. كان ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، والدكتور شريف وجيه رئيس القطاع الطبي والأبحاث بشركة أسترازينيكا. تفاصيل أكتر مع التقرير. النهاردة اتكلمنا بصورة عامة عن مرض حساسية الشعب الهوائية اللي هو مرض الربو الشعبي، وده مرض موجود يعني بيشكل تقريبا نسبة حوالي من 7-10% بيجي للأطفال وبيجي للكبار وكلام ده. هناك مسببات كثيرة، هو أساسه نوع من الحساسية ممكن يسببه بعض أنواع الطعام أو بعض الأدوية أو بعض الاستنشاق الغازات أو الكيماويات إلى آخره. هذه الأدوية الحديثة الجديدة كأحد الأدوية اللي بنتكلم عليها النهاردة بتفيد في هذه الحالات الشديدة التي لم تستجيب أو لم تستجيب بصورة كافية للأدوية التقليدية في علاج حساسية الصدر. احنا النهاردة كنا في احتفالية وجود علاج بيولوجي جديد في السوق المصري لعلاج مرضى الربو الشعبي. احنا عندنا في مصر 10% من المواطنين الكبار عندهم ربو شعبي، نسبة بتزيد في الأطفال أكتر شوية، ومن هؤلاء مرضى الربو الشعبي في 10% منهم بيجيلهم أزمات حادة شديدة. فوجود العقار البيولوجي اللي هو بيأثر على الخلية المسؤولة عن كل التغيرات اللي بتحصل في حالات الربو الشعبي الحاد والمستقبلات اللي بداخلها، كأنك بتقفلي الحنفية من فوق، فكل المواد الكيميائية اللي بتخرج تأثر على الخلايا الثانوية وعلى جدار الشعب الهوائية، كل ده بيوقف. يبقى أنا جنبت المريض أولا إن هو يحتاج كورتيزون متكرر، إن هو يحتاج يخش مستشفى أو رعاية، بالتالي نوعية الحياة بتاعته بتبقى شبه الطبيعي، مش زي اللي ما عندوش رب يقدر يمارس حياته والرياضة بتاعته ويقوم بعمله من غير أي مشاكل. الأدوية اللي موجودة النهاردة اللي احنا بنعرضها أو الدواء اللي احنا بنعرضه دواء بيولوجي جديد متميز بأنه بيتاخد حقنة واحدة، بيبدأ في الأول كل شهر وبعد كده بعد ثالث حقنة يبقى كل شهرين، وبيقعد تأثيره كل شهرين بعد كده. برضو من ميزاته الكويسة انه بيقدر يشتغل من تاني يوم، وبيوصل لأقوى تأثير له في خلال شهر، ويمكن اخر الدراسات قالت ان بعد 5 سنين من المتابعة للعينين اللي بياخدوا الدواء ده في 89% منهم تقريبا جالهم صفر نوبات، و 75% منهم قدروا يستغنوا عن الكورتيزون اللي بالفم. برضو للتوضيح، الدواء ده بيتاخد بعد ما العيان يكون وصل للجرعات القصوى من البخاخة الموسعة للشعب الهوائية والبخاخة فيها كورتيزون، هيستمر عليها وهيضيف ليها الدواء ده عن طريق الحقن تحت الجلد. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير. رمضان يعني الأكل الجميل، يعني الوصفات اللذيذة،
ومعانا النهارده الشيف سعد شعبان هيقول لنا احلى الوصفات واحلى الاكلات. اهلا بحضرتك سنة. ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك طيب. علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا. حضرتك طيب وبخير. قول لنا بقى وصفاتك الجميله النهارده ايه؟ اول يوم رمضان بنحب نعمل بط او فراخ مشوي. احنا انا شايفاك عامل حاجات خفيفه ولذيذه كده. فبديل البط هنعمل بط روستو، فراخ روستو في الفرن. هنعملها في الكيتشن ماشين بتتبيله سريعه نفس تتبيله البط. اول حاجه عندنا فرخه نصين، عندنا سمره بصل، سمره طماطم، كرات على كرفس. هناخد معلقتين زيت ومعلقتين سمنه، معلقه مستارده، معلقه كاتشب، ملح وفلفل وجنزبيل وبشره جوز الطيب. اول حاجه هنيجي في الكبة مينتا وناخد مساعد الشيف معاك. هناخد شويه بصل على نص سمر الطماطم على عودين كرات وكرفس، وهننزل بمعلقة كاتشب. دي التتبيلة. دي التتبيلة. معلقة مستردة وبشرة جوزة الطيب، نص معلقة جنزبيل، نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، معلقتين زيت. هنضربها في كبة مينتا. خلاص. بس التتبيله دي يا شيف لو لبط او فراخ، اي تشيش طاووق صدور اي حاجه من دي. هنجيب الفراخ مع شويه روزماري. يعني انا حاسه ان الفراخ اقتصاديه شويه عن البط. اقتصاديه يعني بديل. اعشاب، وهقوم ننزل بالخلطه، نقوم مجلسينها كده. بسيبها في التتبيله قد ايه؟ بسيبها في التتبيله ساعه، ساعه ونص، عشان نحس بطعم الفراخ والتتبيله دي كده. تمام. هناخد دي كده ثواني، ونقوم واخدين البوكي جرنيه، كرفس وكرات وطماطم والاعشاب. يا سيدي يا سيدي. نقلبهم كده ونجيب كيتشن ماشين، الاير فراير بتاع مينتا. هنشيل دي ونقوم مطلعين كده. انا عايز تكون تحت في الصينيه كده. انت هتسويها في الاير فراير اصلا. كده نسويها، بتساوي كل حاجه. وهناخدها ندخلها على طول كده. عندنا الفيليه بالاعشاب. الفيليه بالاعشاب ده بننقعه في زيت زيتون لمده نص ساعه. فيليه بالاعشاب بنجيب اربع قطع فيليه كده من العرق الفليتو، وننقعه في زيت زيتون لمده ربع ساعه. برضو نفس الفكره. بنسويه على في طاسه، نسويه برضو في الكيتشن ماشين، الحاجات دي كلها. اساعدك طيب؟ اتفضل. كده عندي نص كيلو فيليه متقطع سمك كده سنتي، وعندي زيت الزيتون نص كوبايه، وكرفس ولورة وحبهان وزعتر وروزماري وريحان، الحاجات دي كلها اعشاب. وملح وفلفل فقط. هننزل بزيت الزيتون. ونقوم نازلين. هتجوعنا واحنا اول يوم رمضان كده. وزيت الزيتون، وننزل الروزماري كده، وكل الاعشاب كده. الحاجات دي كلها كده. مع سلايز ليمون، ونقلب كل ده، نقلب كل ده في زيت الزيتون. اتفضلي. هنحط فلفل اسود ورشه ملح، ونسيبه قد ايه؟ نص ساعه في زيت الزيتون. وبعد كده هنشوي. يعني احنا انا هسيب التتبيله دي نص ساعه. نص ساعه. بعد النص ساعه نبدا نشوي على طول كده. عندي مثلا ممكن نعملها في الكيتشن ماشين، او في طاسه كده مشويه، نشويها في طاسه على طول. اللحم الفليتو ما بياخدش سوا كتير. اللحم الفليتو اخره 10 دقائق. 10 دقائق بس. 10 دقائق بس، عشان ما نحسش ان هو بيندغ معانا، فلازم نسويه 10 دقائق عشان ما ياخدش سوا كتير ويندغ. هو لحم الفليتو من اللحمه اللي هي بتبقى طريه في الذبيحه.
كده احنا عملنا عايز تعلي ولا توطي؟ اه خلاص كده كده عملنا الفيلي وعملنا الفراخ الروستو في الكيتشن ماشين وكده معانا الفيلي وبعد كده هنعمل كنافه. الله الله يا شيف جو رمضان ده ايه الاكل ايه الاكل السريع الجميل ده ايه الاكل السريع ده يعني ست البيت مش هتتعب خالص كده خالص وبعدين ده بتدي له صدمه وبعد بياخد صدمه ما بياخدش سوا كتير يعني هياخد صدمه من الجنبين ويتاكل على طول ممكن ندخله في الكيتشن ماشين شويه في الاير فراير في الاير فراير يستوي معانا ويبقى ياخد وش زي المشوي بالظبط وهنوري لهم الفراخ بعد ربع ساعة كده بياخد لون سريع وزيت الزيتون صحي وحطناه على البارد عشان ما يحرقش معانا عقبال بقى ما اللحمة تستوي هناخد فاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل رمضان يعني كنافه الشيف سعد هيعمل لنا كنافه كنافه بالجبنه ما نستغناش عنها في رمضان طبعا احنا اللحمه الاول على النار خلاص ابتدت تستوي تقريبا والفراخ في الاير فراير من ميانتا مطلعاها انا حاسه انها مطلعاها تحفه مطلعها ريحه كده حاسه انت جوعتيني وخلاص انا يا جماعه مش مستحمله ناقص كام ساعه على الفطار بقى انا عايزه اخد الفطار ده معايا جاهز هاخده معايا جاهز اول حاجه عندنا كيلو كنافه بص يا شيف اتفضل انا في الكنافه يعني شاطره طب ما حضرتك فانت اللي هتقول لنا الكنافه عامله ازاي عشان انا اللي هعملها واتعلمها ماشي الكنافه من كتر شطارتي انت هتعلمها لي الكنافه لازم نجيبها من عند الكنافاني ونحطها في الفريزر ليله عشان تطلع تدينا النعومه دي عشان تكسر بسرعه كده تكسر معانا وكيلو كنافة عليه نص كيلو جبنة موزاريلا كوبايتين مية كوبايتين سكر على كوباية سمنة أول حاجة هنحط المية للسيرب كوبايتين مية كوبايتين سكر ده للشربات ده للشربات وهنعصر عليهم الليمونة كده طب سؤال بقى في ناس بتقول إن الشربات بيسكر منها الحل إيه؟ بيسكر منها بيسكر بيطلع السكر واضح فيه لازم عشان ما يطلعش مسكر لازم نحط الاثنين على البارد يبقى الميه بارده والسكر بارد السكر بارد عشان يسيح لو لقى مسكر زياده بيحط له معلقتين عسل جلوكوز ونص كوبايه ميه سخنه عشان تسيح ده 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 اخر كلام ده اخر كلام ده اخر كلام عندك ده اخر كلام طيب ومعلومه بقى تانية يا جماعه ان الشربات ما يسكرش لازم ما نقلبش فيه كتير كتر التقليب يسكر صح ولا غلط صح بس لازم ندوبه مع الميه الاول بعد كده ما نقلبش كتير احنا هنتخانق بقى دلوقتي احنا هنتخانق دلوقتي نتعلم احنا هنتخانق مع بعض كده كده احنا حطينا الكنافه ونحط السمنه بقول لك ايه نصيحه الشيف شربيني بيقول لك نص ليمونه ونص برتقانه عشان ما يسكرش ولا رأي بس انا رايي صح جدا انا عند رايي لازم ننفس الكنافه لازم نضيف سمنه وفي الصينيه ولازم نضيف سمنه على الكنافه عشان تتماسك تبقى لا بقول لك ايه بقى انا قلت لك ادوني جلافز مفيش جلافز كده احنا عايزين جلافز بقى يا جماعه عشان انا قلت لكم انا اللي هتعلم كده اللحمه خلاص الكنافه دي مايا لبست الجلافز خلاص الموضوع خلص الجبنه عارفين السمنه انتوا عارفين مش هقول لكم حاجه قول لي كده نقلبها كويس ها طب ها قول لي بسرعه شيك كده ها هننزل بس الزبده دي كده خلاص خلاص هننزل خلاص كده احنا مش هن بس انا بحب الزبده قوي يعني ما احنا لسه هنحط على الوش بعد ما هنحط تاني طيب ماشي هحط كميه قد ايه بقى نص الكميه قولوا لي ربنا يسترها نص الكمية ربنا يسترها لو بالكريمة نفس الطريقة بس هنعمل مهلبية على النار فيها فانيليا أيوة. وسكر خفيف عشان لسه في سيرة طيب تمام ايه تاني؟ كده هنضغط جامد لازم نضغط لا بقول لك ايه بقى الضغطة دي بتاعت شنب الضغطة دي بتاعت ونعمل حرف
بقول لكم ايه، هاتوا الكاميرا كده شوفوا دي حركه ايد واحده شاطره ولا خايبه. في حد هو اللي هيقول لنا على الاجابه دي. ها، مش عارفه اقول لك ايه يا مخرج، بجد رافع من روحي المعنويه دايما بجد. هنعمل حرف؟ اه هنحط؟ اه في السريع بقى كده كده نضغط عليها بيدي. يلا بسرعه بسرعه يعني. بص هي مش تاخد من ست البيت خمس دقايق، هي بتاخد مني نص ساعه. بذمتك يا شيخ. هي ما خدتش خمس دقايق. اه خدت مني قد ايه؟ ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم بقى على حاجه، علشان تطلع نازله كده في الصينيه زي اللي بنجيبها من بره، لازم نضغط على الاحرف بتاعتها دي كده. احنا بص هنجيب الاحرف بتاعتها عامله كده ليه؟ برضو علشان الجبنه دي الجبنه ما تخرجش. صح 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 والله صح. تديني كام من عشره؟ تسعه من عشره. تديني كام من عشره؟ تسعه من عشره. تديني انا كام من عشره؟ صح. لازم الاحرف الاول بقى كده، وضغطنا عليها وخلاص كده احنا خلصنا الكنافه. الكنافه خلصت. الكنافه لازم دي كده ما يبقاش فيها اي حاجه. ودخل الفرن يا شيف. دخل الفرن. سؤال، هو ينفع الكنافه اسويها في الاير فراير بتاع مينتا؟ ممكن، بس ندخلها في الثلاجه ربع ساعه عشان تشد، ونقوم قلبنا عشان تبقى فورمه واحده. يعني ينفع؟ ينفع. لا ده معانا في كل حاجه، احنا معانا مدرسه. كده عندنا الفراخ خلاص. اه نقدم بقى. هنقدم الفراخ. شايفين لون الفراخ كده؟ بصوا لون الفراخ. الله. والبصل والطماطم الجوس اللي فيها مش قادره ادوق. وريحته جميله جدا. و مش قادره ادوق. والبخار منه فيه بيخلي الحاجه مهريه، يعني شايفين الحاجه مهريه. لا انا كده خلاص قلبي الضعيف لا يتحمل، مش قادره ادوق. عاملين شعريه. شعريه سريعا بس كده نوريها لكم. اه طب ممكن نقول سريعا عملناها ازاي؟ شوحنا بصلايه، شوحنا فلفل الوان، وطماطمايه مبشوره، ومنزلين بالشوربه. في زبده ولا زيت؟ في زبده. ومنزلين بالشوربه، ومنزلين بالشعريه المحمره. انا محمره في الفرن عشان تبقى خفيفه على الفطار. ممكن احطها في الاير فراير بتاع مينتا؟ ممكن تتحط في الفرن. تحمرها؟ تتحمر. تتحمر بدون زيت وبدون اي حاجه. ادقني بقى علشان انا خلاص كده. خلاص. انا جعانه. انا جعانه. بقول لك ايه، انا مش بتاع الكلام ده. انا مش بتاعتي الكلام ده. اقلبي مره. انا كنت انا بتاعت ده. محدش بيقول لي ليه يا مايا يا جامد؟ ليه؟ مش سامعه يعني. مش سامعه المخرج. اتباعي. المخرج جه خلاص. مش هطاع. لا لا لا. قلت لك بقى، انت قلت لي يا مايا. بصوا مطلعه عامله ازاي؟ مهريه. وريحتها تحفه. يا سلام يا سلام، فعلا ريحتها بجد. انا صايمه، اللهم اني صايمه، اللهم اني صايمه. ماشي انا عارفه ان انت صايم، اللهم اني صايمه. تسلم ايدك يا شيف سعد. ال 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 بجد بجد طلع تحفه قوي. ريحتها باينه، ريحتها باينه، ريحتها. هو البصل ده بيتحط بس؟ سؤال. البصل كله ده كراميل كده، يعني احطه على الفراخ؟ عادي. الفراخ وفي مكسرات احطه جوه عادي؟ على الوش كده. يا شطارتي يا شطارتي. مش يا شطارتي الشيف اللي معانا ولا اي حاجه. انا خايفه اهو. ونحط المكسرات. حطوا بقى الكاميرا بتاعتي وانا بنزل المكسرات كده. بصوا هي اتخرجت بره المشكله. هتدي حاجه. هتقول دلوقتي، هتقول، هشيل لك كل اللي وقع، ما تقلقش. ما بوصش الدنيا ولا حاجه. بيقول لي في ودني انت بوصي الدنيا. بص المشاهد يحكم، بوظت ولا ما بوصش. وده شكل الفيليه. انا بحب اكتر مكسرات. ده شكل الفيليه. وده الكنافه. انت الكنافه هتحطها فين؟ كنافة في الطبق هنا. الله، انا بحب القلب قوي. ممكن تديني الفرصه دي؟ اتفضلي بس سخنه. ها سخن. تديني الفرصه دي سخنه. ربنا يسترها سخنه عشان تبقى كنافتي. لا استنى، مفيش حاجه اشيل بيها؟ ها لا دي ده سخن قوي ده كده. مفيش حاجه ولا ايه؟ انا بس كمان ده.
اه امسك كمان ده. ادوني بقى ميه وهي بتقلب كنيفه. يلا يلا قولوا لي يلا قولوا لي يلا. ها يلا امسك مني يا شيف. ها ارفع دي. يا سلام يا جمال يا حلاوتي يا طعمتي يا شقاوتي. شايفين تسلم ايدك بجد تحفه تحفه. تسلم ايديك. انت عايز نحطها هنا ولا نحطها هنا؟ فين؟ لا زي ما هي كده نقطع منها حتى عشان نورم الجبنه. الله 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 الله. طب وهنا هنا ينفع برضو نحط تحت شعريه؟ ينفع صح؟ ينفع طبعا. وبتاخد مكسرات برضو يا شيف اللحمه؟ اللحمه حسب ممكن احط لها قراصيه. بصوا الكنافه انا بص انا عندي رمضان يعني كنافه. كنافه وقطايف دول انا كل يوم يعني اكيد بيتعملوا لي وباكلهم. مش انا عندنا سيرب. يلا كده. نزل نزل السيرم يا جماله يا جماله يا سلام. اللهم اني صايمه. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الكنافه كده. شوشن الجبنه. الكنافه وجمالها. الكنافه وجمالها. انا مايه. انت بتتكلم في ايه؟ تمام. هذا بسكينه على طول. انت عايزين نحطها فين؟ هنا. حطها هنا. شويه مكسرات. شويه مكسرات عليها. نحط بقى حوالينا. جرش ده مهم. في حد علمني ان العين بتاكل قبل البق. ده كلمه مقوله صحيحه فعلا؟ مقوله طبعا في مهنه الطبخ. كده الشكل. كل سنه وحضرتك طيب. طيبه وسنه سعيده. نورتني ودايما بتسعدنا بكل الاكلات الحلوه يا شيف. شيف افندم سعيد بمعرفتك. نورتني. ربنا يكرمك يا رب. انا بعد الاكل اللي احنا عملناه ده انا مش عارفه اقول اي حاجه غير كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير وصحه وسلامه. اشوفكم في حلقه جديده على الف خير. طيب باي.